السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نطير بكم اليوم إلى مدينة الجسور المعلقة قسنطينة حج بوعوينة. مرحبا بكم جميعا. دوكا راح يبداو، راح نبداو نعشو دركا. دوك يدخلوا. خالدة من فضلك جيبي لي هذاك لاسيات نتاع دوزيام بلا، نحطوها لهنايا برك، ندير لها مكان. دقيقة سمحوا لنا برك باش الناس يشوفوا يعني شويه شويه الخدمه نتاعنا. مرحبا بكم كامل معانا، وتتشهاكم الجنه ان شاء الله يا ربي. حنحطوا كلش سي بون خلاص. ديجا ما داروا شويه الروطار مع القهوه، وحنا اكيد بطبيعه الحال كي يديروا الروطار مع القهوه العشاء راح يتبعهم. هذه هي رانا في بوزريعه بالضبط في قاعه حفلات السنديلان للمره وقال الحادية عشر من 2017، وحنا من داك نضربوا لها دارة. أكيد ماشي صحاب الصلاة يعيطونا، يعيطونا الزبائن هما اللي يدونا. هذه هي عندنا اليوم أطباق قسنطينية جزائرية وسطية. اليوم رانا بين الجزائر العاصمة والقسنطينة، درنا الجاري القسنطيني، ودرنا المحور القسنطيني، درنا السلطة نتاعنا، ودرنا البوراك الحشو نتاعو لحم مفروم، ودرنا واش درنا ثاني طاجين ولا لحم الحلو، ماشي طاجين الحلو، درناه التقليدي بالسمن والزبده وما زهر الله الله والقرفه. واش درنا ثاني نورمالمون هادو هما. اكيد طاجين الرخام راهو قدامكم، وريت لكم مقبلات مي بصح لازم نوري خدمتي اشاك فوا، نوري لكم الكواليس نتاع العمل تاعنا، نوري لكم الاجواء اللي تقولوا لي دائما شاركي معنا الاجواء، خاصه اللي يحبوا الاجواء تاع الاعراس ولا المبتدئات ولا زميلاتي ولا اكيد اللي يحبوا يتفرجونا يحبوا يتبعونا، يتبعكم الخير ان شاء الله يا ربي. كما قلنا لكم رانا في الجزائر العاصمه بالضبط في بوزريعه في اعالي بوزريعه. بوزريعه في البرد بارده وفي السخانه سخونه، لا اله الا الله محمد رسول الله. اختي خالده راهي مع الديكور نتاع المحور. الدجاج عاودنا، اللحم عاودنا سخناه، الدجاج عاودنا سخناه، عاودنا جوغ قليناه مع الاول باسكو كي طيبناه حمرناه، درك عاود رجعته في الزيت تاع البوراك باش سخن شويه باسكو الفرن رانا دايرين فوقو عده اشياء، دايرين فوق المرقه ودايرين فوقو باش نفور. درت اللحم يفور ودرت ما حبيتش نخلط الدجاج مع اللحم، هذه هي باش ما نخسرش الدجاج نتاعي، ما حبيتش نخلط الدجاج مع اللحم. قلت لكم الدجاج واللحم ماشي كيف كيف، الدجاج خفيف على اللحم. شهاك الجنه بام فيزيك، ربي يحفظك تعيش يعطيك الصحه، الله يبارك تعيشي في صحتكم حبيبتي، الله يحفظك. حنونه سخفتونا بصح مولي العرس ان شاء الله. عبدو ام مرحبا بكم عبدو، ربي يفرحك مينا مينا، الله يبارك. شهاك الجنه ان شاء الله حبيبتي. البنات قولوا لي واش رايكم في الخدمه نتاعنا، خاصة اللي تعاملوا معنا مسبقا ولا اللي سبق ليهم وكلاو ماكلتنا ولا اللي ذاقوا ماكلتنا في الأعراس. نوعية الخدمات ماشي شرط البنة برك، البنة سخونية نتاع الماكلة. البنات لي سيرفوز كي نجيبهم في الديار قولوا لي المعاملة نتاعهم، هذو الأشياء هذو اللي يحفزونا ويشجعونا، واكيد نتعلم منهم، نتعلم من الاخطاء نتاعنا ونزيدوا كيفاش نزيدوا نكثروا من الحوايج اللي ملاح فينا. الله يبارك شهيتنا تشهاك الجنه ام احفادي، ربي يحفظ لك احفادك ان شاء الله. خالده راهي مع التزيين، فوالا راهي مع التزيين نتاع المحور ولا الكسكس القسنطيني. جيبي لي الطبق هذاك خالده لهنا، جدا طيبين فوالا حميصه الله الله. نوفيل في نوفو ديبار، مرحبا بك ما شاء الله. النظافه وشكل الديكور ربي يفرحك. شكون هذه؟ وراهي ربي يحفظك ام عبد، وربي يفرحك ان شاء الله حبيبتي، الله يعطيك ما تتمني ان شاء الله يا ربي. ما شاء الله روعة، تعيشي زولا ربي يفرحك حبيبتي. زولا ام بي، زولا خي تاع توغورت ولا تاع حسيم سعود، مرحبا بك زولا. ما شاء الله في الله يحفظك ان شاء الله، الله يبارك فيك، الله يبارك بخوش بالقاسم، الله يحفظك الله يبارك فيك. افتخر بك مرة ونص تعيشي نوفيل في نوفو ديبار، مرحبا بك لكل الشرف حنونة.
كلشي بالطباع رايان شي خاوي مرحبا بك، ربي يفرحك ان شاء الله، لا يعلي مقامك في الجنه، ورينا لاصوص تاع الطعام باش دقيقه انتظروني هنا. كريمه دورها عيشه، انا ناكل في الحميصه، انا ناكل في الحميصه، انا نباتيه. هذه هي الاكله تاعي المفضله، نباتات مرقه. ها نحطيتها برك هنا خالدة مرقة ثلاثة اخويا الا مش سي بون عليك صابها كيفاش تاسك تتعب لي ثلاثة مرقة واش فيها ولا ما نصرتك مرقة واش فيها نقص قلبي وحدة بين بلي كي قلت لك على مرقة صحي لي وحدة سمحوا لي شهاتني الحميصة نحب الحميصة بصح نحبها هذيك اللي تكون طايبة الله الله دي فوا نطيحوا في واحد الحميصة الله المستعان يشمخوها حتى يقولوا خلاص ديريها في كوكوطه ما طيب ديري لها الخميره ما طيب ديري لها بيكربونات ما طيب ديري لها واش ديري لها ما طيبش الله المستعان ايوا هذه حميصه طيابه ما شاء الله خلعتيني بوحبه تاع بوره كنت حطها تما من بعد ما صبتهاش انا قلت سي ماكش وحدها ثلاثه شهات ولا بصحتها ام بلال بجاج ما شاء الله يشهي بالطبيعه يعطيك الصحه اختي الله يحفظك تعيشي اختي العزيزه مش غادي نلقينا خلاص حيقعدوا مازال ما قعدوش ما عندي ما ندير لهم وما قالوا لي ميان واش ندير حسابي هذا هو يا اختي الله غالي ما جبش كباش من داري انا كبش ليا وما عنديش قالت لك كاين اكثر من 100 ما عندي ما ندير يا الحبيبه الله غالب قالوا 100 درت 100 لا لا هو انا عب درت لا فينيغات درت اجست عليهم كامل طواب درت لهم لا فينيغات اي باسكو دي فوا لي سيرفوز احنا ديرينش لا فينيغات عيشة بوركوا tu m'as pas enlevé ça وات التي عيشة اللحم داخل في المرقة راني نحل فيه نوري لكم بس على نخبي عليكم راني نحي فيه قلت لها اش خليتي لي في المرقة راني نحيته وحطيته هنا ها هاي المرقة تاعنا الله الله المرقة هذه فيها البصل بركة ما فيها لا خضرة لا والو فيها البصل والحميصة صحيح كاش الحميصة هذه بزاف تدي غير شويه حميصه عيشه انا ما كنتش كليت غير بس كاسه ما تحصلوش هي جيبي لي هنايا برا في عيشه هنا قدامي سمحوا لي ولا عظيم رجعت ولا جعت نحب ناكل نباتات هاني قريب نكملوا حماميس تاع زمان اللي ما كانت تقول لي كانوا يبيعوا لنا عند المدرسه حماميس كانوا مطالين فيكم باسكو فيها بيدوز الله يبارك لاسيد فوليك مليحه بزاف الحميصه سيرتو لي فامون سانت ولا اللي عندهم الانيمي يا طياب وبنين لا طيب اكثر من 100 خاطر الماكله ما يبقى منها والو اختي سهام اللي طياب وبنين لازم يطيب اكثر من 100 لا لا دي فوا ما يجيكش الغاشي حنونه دي فوا طيابك يكون عسل وما يجيكش الغاشي او شكون زعما هكا واحد يعوض 100 ودي فوا لا لا دي فوا صحاب العرس يعرضوا زعما قيس قيس ويجيهم غاشي كبير هذه هي المرقه لازم تتصفى سيرتو المرقه تاع الخروف لازم تصفوها في الكسكاس خاطرش علاش تخافوا كش واحد يجي ياكل تكون عظمه في الطعام ما يشوفهاش لا قدر الله تحصل له في القرزيطه ومن بعد تروح لارينكس فرانكس ويدوا الاولاد خيره وما تحيالوش وسمو يا ربي اللي خدع عثمان علي واد على حسن انا في الحجومه هذيك هي
مرقه بيضه ما شاء الله تهبل الموت عليها. مام سينا مرحبا بك حنونه. مام سينا هاي لك المريقه. الله الله غير بالبصل الله والبصل وفيها الحميصه. حميصه طيبناها وحدها توجور الحميصه نخافها انايا. كي تكون الحميصه كي نشريها كوموند في داري الناس يقولوا لي شري انتيا الطلبيات نعرف واش نشري نشم مخاف على يدي نعرف لي حميصه هذيك مليحه بصح كي يشروها هما ما نعرفش كيفاش يشمخوها. ما شاء الله ربي يعيشي الله يبارك فيك حنونه تعيشي الله ينورك. هذه هي مش مرقة تعيشي بصحتك تستاهلي كل خير. تعيشي تسعديت مرحبا بيك الزول تسعديت تكسر بصحتهم تعيشي متاحة متاحة معاك تسعديت. لا ما فهمت متاحة معاك تسعديت خاص حرف ولا الله اعلم. اسيا مرحبا بك اسيا امل تعيشي ربي يفرحك ان شاء الله كله عند حسن الظن. اسيا شهاك الجنة راشل ادى راشل ادى مرحبا بك ما شاء الله تعلمت شحال من حاجه من عندك ولا تمنيت ناكل من طيابك. عيطي لنا عرس تاع عمك عرس تاع خالك تاع بنت خالك تاع جارك العرس في دارك ان شاء الله يا ربي ما كاش مشكل تاكلي وتزيدي حنونه. علاش راكي غابنا روحك وراكي متشحيه روحي حنونه عيطي لي نجي كاش مشكل. متعة معاك تعيشي حنونة متعك الله حباب ورك وين راه حباب ورك وليدي؟ الله غالب قول له يا ولي يا خويا اخلاص ماشي من عندنا. الله يسلمك خويا الله المستعان ماشي من حكيجو الغاشي كثر دوك النساء مازال ما هبطوش وماشي محل تفضل من بعدها من عند شوفوا شوفوا دوك النساء مازال ما هبطوش ونساء ما كاش الغاشي باش نصورك. لا لا اختي لا 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 حتى يقعدوا حنونه لا 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 حط لي الطعم قبل ما يقعدوا نص. شوفوا نتفاهموا على حاجه اصحاب العراس دوكا نتوما دي فوا يكون عندكم الغاشي ودي فوا ما يكونش عندكم الغاشي. دي فوا تقولي لي نقول لك شحال عندك بعد ما على الاخر تهبطي لي بالدراري بنسى الدراري ماليهم يمدوهم ياكلون بعد تقولي لي ما مديتيلهاش فلانه ودي فوا البوراك هذاك يقعد لي في الطابله نعاود ريكيبيري تقولي لي هذا منين جا يا حنونه. لازم تجيبي كيفاش يقولوا كي تجيبي انسان اهل ثقه ودرتي فيه ثقه وديجا عنده سمعه طيبه ما كان لا هذاك تاع سوء الظن ولا عيب كبير تاع مع الاخر شغل يكونوا لاباس بهم بعد مع الاخر شغل يصرا هجوم كبير على المطبخ. يا حنونه نشوفهم هجموا على المطبخ نهرب نخلي لهم دوزانهم. طمنتي دوزانك ودبري راسك زعما اللي يسرق ما يسرق ما يسرقش من الصباح ملي نكونوا وحدنا في الكوزينه وحنا وحدنا ما نسرقش ما نسرق كي يجوا مالين العرس يقابلوني عيب ولا غير عيب. كيف صحاب العرس هذه الحاجه اللي تكرهني في العرس هي زعما كنكون نهار كامل واللحم في يدي نهار كامل والجوز في يدي نهار كامل واللوز في يدي نهار كامل وكلش في يدي هما ماشي تما كامل سيغتو في لي سال دي فات قادره يستدير بطرق ملتويه سيغتو واحد لي انتيليجون تسرقي واحد ما يفيق لك والله تسرقي واحد ما يفيق لك راكي وحدك راكي غير مع جماعتك ربي سبحانه راهو فوقنا. زعما نستنى حتى يجوا صحاب العرس اللي باش نبدا انايا نخبي وندي ومعس رصاص فيبا ولا رصاص فيبا. الحمد لله اللي ماشي كامل عندنا الفئه هذه واحد 20% اللي عندهم سوء الظن. انا ما نلومهمش دان كوتي باسكو كاين بزاف السراقين كاين بزاف اللي خمجوا لنا الميدان هذا الله المستعان على دي فوا شغل خلطوها دخل كامل كل اللي ما عندوش صنعه ولا طباخ اللي قاعد في الدار ولا طباخ اللي ما عندوش صنعه ولا طباخ اللي قال طبخ فيها دراهم خلوه يولي طباخ نو. الانسان لازم يراعي امانه الناس باسكو رانا مسلمين مهما كان وانا شوفوا رانا مسلمين راه السرقه والقتيله والاخر بصح كومام الواحد تكون عنده السمعه نتاعو. زعما انت تميزي انسان عنده السمعه نتاعو عنده الاسم نتاعو راه يخص الاسم نتاعو علاش الحبه تاع بوراك نتاعك وعاجل الماكله نتاعك ولا اصلا هذوك الماكله والله ما ناكلها. المراه تحل فيا نقول لها مادام انا كي نديها لك كثر خيرك نمدها خطره للجيران خطره الوحده نفسها خطره الوحده توحم خطره نديها لدارنا خطره نديها لافامي خطره كي يصدقوها صحاب العرس ولا نشوف دي فوا صحاب العرس يا اختي قيس قيس ولا نشوفهم زيرين ولا نشوفهم هذوك البخالاء يا الحبيبه الحمد لله راني خدامه
ناكل واش نحب بدراهمي، راني خدامه والحمد لله. صعب باش تجود ذل الانسان نو، هذه ماشي مليحه. سورتو سورتو باش نزكي لك في نفسي، سورتو انسان تكون السمعه تاعو طيبه. مادام السمعه تاعي طيبه، مادام خدمت السنوات هذه كامل، ومادام ليكيب تاعي خدموا انا عارفه. اي صح البنات، البنات قولها تلونسي دوزيام بلا. حنلونسو دوزيام بلا باسكو كيكونو هابطين هذيك هي باش الماكله تقعد سخونه. دونك فهمكم حاجه، لي سوفيغ هذو تاع الاينوكس يشدو السخانه صافي، كي ديري فيهم نص ساعه من قبل ما تبردلكش الشوربه. الله يبارك كيما راكم تشوفوا تقعد هي هي. اي بورتون اينوكس، تقولي اينوكس حديد، اينوكس يشد السخانه. سي بور سا لي سال دي فات ولا لي تريتور يخدموا بزاف به باسكو يساعدهم. شوفي الله الله الفوار باغ كونتخ هذوك تاع الفرفوري كما يقولون هذا ما يشدش السخانه حنونه، هذا يشد السخانه ما شاء الله. فوالا سيهم فتي وجه الخروف معروف الناس كام. شوفي هذه تاع وجه الخروف معروف يا الحبيبه ما ديريش عليها. طحنا عند ناس ولا عرفنا ناس تشوفيها تقولي ملايكه يا عمري ما شاء الله، تقولي ما وليدي نخليه في يدها. وهذيك هي ستوته الكبيره، وهذيك هي حشاكم الخبيثه الكبيره. لا لا حنونه مش معناتها وجهك يكون منور ولا صافي وجه الخروف معروف نو. العشره بعد العشره تبان الناس، بعد ما تاع 20 ناس باش بعد ما تعرفي السمعه نتاعهم، بعد ما يهضروا لك عليهم شغل عده اشخاص ماشي شخص واحد. قادر شخص واحد قادر يحب يحطم هذاك الانسان، وقادر شخص واحد حب يطلع هذاك الانسان، كاين يشهد شهاده الزور. المهم الانسان تكوني عشرتيه وتكوني عرفتي سمعتي عليه من عده اشخاص ماشي من شخص واحد ولا اثنين ولا ثلاثه. كي يجتمعوا الاراء بزاف صافي تعرفي بلي هذاك هو الراي الصحيح. معلومات قيمه الله يبارك فيك يا شي حنونه. ربي يحفظك سمحي لي بصح لو كان غطاو الخبز بالساشي. حنونه يغطوا الخبز بالساشي كي يكونوا في الساحه. يغطوا الخبز بالساشي كي يكونوا في. عليكم السلام. ما نصورش حنونه، شوفي كيفاش راني دايره. وعلى واش كيفاش راني دايره؟ راني مقدلصه ومانيش دايره المكياج. حسني بسم الله. الله ينورك تعيش الحنونه ما عرفت خير حبيبتي. تصورت معايا قلت لها يا ودي ماش دير المكياج، خليني نروح ندير شي بيطرا في فمي ما نقول لهم هكذا. المهم التصاور تاعي راه مديرو في كل البلاد الدراري. المهم الله يبارك ان شاء الله ربي كيفاش يقولوا ربي يعلي مقامهم فيما يحبوني، ان شاء الله ربي يعلي مقامهم في الجنه ان شاء الله يا ربي. هذه هي واش قلت لكم البنات وشنا نهضروا. الله يكثر خيركم على كل حال. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. خالد اختي كملت كملت ما عجبنيش الحال كي تصورت هكذا من السفاره. تصورت مع متابعه. المهم كلام صوابي اختي ربي يحفظك. صوفيا مشلف يعطيك الصحه. غاندو سابا مرحبا بك غاندو سابا، مشفتي تبعيني بزاف ومن بعد رحتي. وين رحتي وين رحتي يا اميره سابا؟ أين ذهبتي؟ كنتي تعلقيلي ومفرحتني ومن بعد رحتي ضربة وحدة. مشلف مرحبا بك حبيبتي، إن شاء الله ربي يكتب لي وجهك طيب وقلبك العافيه وطيبي لي في عرس ولادي إن شاء الله في اللافيفي. معلومات قيمة الله يبارك فيك. تاسع بيت شوفوا بدات نورمالمون اللي قال لي يقعدوا أولوا شوية باسكو لونساو لي عندهم واحد 25 مينوت ملي لونساو لي حيقعدوا. نورمالمون ما قعدوا ما والو، بعد تقولوا تخيطوا حط الماكلة باردة. هذه هي شوفوا المريقه الله الله المريقه البنات، المريقه نتاع اللي يحضروا دركا هذه تاع الشرق. ما فيها لا خضره ما فيها لا لفته ما فيها لا لوبيا لا زروديه ما فيها لا قرع. هذه هي تجي غرب البصله، البصله سيده المواقف الصعبه راه الله الله بشانها. هذه هي كنتوا حقرينها تحبوا تحبوا الغالي دوك تموتوا عليها، تحبوا لي اللي يقيم روحه. كلام صوفي اختي ربي يحفظك شهيديني. مرحبا بك سيسيا، لا الحق في سيسيا مرحبا بك يا اختي حقي نعطيهولك. المتابعات نتاوعي بيان سيغ عندي حقي، ما عنديش حقي يا حنونه. راني من الصباح وانا تعبه وقمت لها بالعرس وحطت لها كلش بالطباع والاخر مالغي خالصه بصح يا حنونه قمت هما وقفت على الامانه. الله يبارك ما شاء الله تبارك الرحمن كلش راهو في وقته كلش راهو ريقلو. ومن بعد كي نجو نتعشى اكيد اكيد هذاك حقي باش ندي مرسو تاعي هذاك حقي. ودي فوا دي فوا تعرفوا لا غالب ما تكفيش ولا ما تحرجيش صحاب الوليمه كاع
كاتو سلطانه مرحبا بك حبيبتي. امال درساوي ولا امال درسوني مرحبا بك. سمحي لي بديك اسمك امال. يعطيك الصحه شاهدتيني وانا مريضه. نحبك يا عسل. احبك الله الذي احببتني فيه. امل امل واسمها امال درسوني. ان شاء الله طاهرا ان شاء الله. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك يا اموله. تحلي ايامك ان شاء الله. اول مره نشوف كسكس بلي بولات شاف. شوفي هذا الكسكس بلي بولات من التقاليد العريقه والقديمه في مدينه قسنطينه. صافي حنا ما نعرفش بزاف على الولايات واش يطيبوا واش الحوايج على عوايد تاع عوايد تاع الوطن تاعنا. هذا راهو من زمان من قديم الزمان كان يديروا هكذا دي بولات. كان يديروا شغل تميرات ولا ديدات كل واحد كيفاش يحب يدير الشكل. بصح هذا راهو من زمان تاع قسنطينه بلي بولات باللحم وبالدجاج. ما فيش الخضره فيه فقط في الخضر الحميصه اللي هي من البقوليات ماشي من الخضر وفيه البصل. هذا واش فيه؟ ما بصح المريقه تاعو بنينه الله يبارك سيغتو كي تصفيها وطيب مجمره ماشي طيب شرورو. مالغري ما فيهاش الخضره بصح فيها كميه مليحه تاع البصل. راكم تعرفوا البصل راه داير خصه 5000 الكيلو. راه نتلاقى ب 5000 الكيلو والحبات الكبار الله يبارك ماشي تاع الحب بيان سيغ. مي بصح هذاك اللي الرقبي اللي بدا يدير الحبه ما شاء الله اكل جاهز عند الدفله الله يبارك عليك. اكل جاهز عند الدفله ربي يفتح لك بيبان الخير وان شاء الله ربي يرزقك زبائن طيبين ان شاء الله يا ربي. فقط لازم كامل احنا كامل يتخيطوا كامل الطباخين شوفوا الامانه. الامانه هي الصح. الامانه اللي تطلعك بيان سيغ الامانه اللي تهبطك. واحد اللي ما يراعيش امانه الناس عمره ما يربح. وواحد اللي يراعي اكيد دعاوي الخير وربي سبحانه يبارك له في تجارته مع انها ليست تجاره بصح نوعا ما تجاره. يعطيك الصحة والعافية تعيشي زمردة. عندي بزاف زمردات في بناتي وفي صفحاتي الله يبارك. ربي يبارك بنات بلادي إن شاء الله يا ربي وربي يعلي مقامهم وربي يفتح لهم بيبان الخير. أحبك الله الذي أحببتني فيه الله المستعان حبيبتي. ربي يفرحك إن شاء الله. وفيها اختلاف كبير أكيد حنونة فيها اختلاف كبير. علاش حنا شغل جزائر العاصمة فقط هي اللي باينة شغل هي اللي بزاف يعني مش هي اكبر ولايه. اكبر ولايه يمكن تلمسان ولا فكرني تلمسان يمكن اكبر ولايه ولا وهران. مي بصح ما يبانوش كيما الجزائر العاصمه باسكو علاش لانها عاصمه لا كابيتال بيان سيغ دائما تبان. كي تبان لا كابيتال واش تبان فيها؟ تبان فيها المتوم يبان فيها الشطيطحه يبان فيها الطعام باللفت والقرعه تبان فيها الرشطه باللفت تبان فيها البورك. نعرف حطيه لا 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 هذا زائد نو المهم اش راح نقولوا شكون نهضروا البنات. قلت لكم باغ كونتخ الاخرين كي ما يبانوش صافي حنا ما نعرفوش. يجيو الجيران تاعنا يقولوا لنا ماشي الاكل تاعكم هذا الاكل تاعكم ما فيش فيه سيبيس الاكل تاعكم هكذا الاكل تاعكم فيه غير القرفه والفلكحل. الوغ كون كانت تروحي المغنيه ولايه اللمسان ولا لمستغانم تصبيهم يديروا التوابل ولا الجنوب الجزائري الكبير توغرت ورقله قسنطينه كامل هذو الشرق والجنوب يديروا الله يبارك توابل. الغرب ثاني وهران نديروا توابل الكركم زنجبيل نجمه الارض يطيبوا بزاف التوابل ويطيبوا بزاف بانواع اللحوم كيما مستغانم والجوايح نتاع البحر يطيبوا بزاف بالاسماك جيجل سكيكدا يطيبوا بزاف بالاسماك. يجوا لينا الجيران يقول لك لا المطبخ تاعكم محدود. احنا مش المطبخ تاعنا محدود احنا شغل تشوفوا الجزائر العاصمه هي الجزائر. احنا الجزائر العاصمه لا تمثل الا الجزائر العاصمه تمثل صغير فقط من الجزائر. هذا ما كان صغير فقط من الجزائر الكبيره. الجزائر الكبيره فيها في الطعام برك راهي فيها بالك واحد 20 نوع كي والو في الكسكس برك. ما نهضروش على البلا برينسيبال وحده اخر ما نهضروش على الخبابز ولا الخبز. عده اشياء وعده. ام محمد حمزه ربي يحفظك حنا يعطيك الصحه راهو شاهي وليدي قال لي غير بدلي راني جيعان تتشهاك الجنه وليدي. ان شاء الله ربي يجعلك من الصالحين الناجحين وان شاء الله تفرح ماماك كي تكبر وان شاء الله في عرسك ولا في الباك نتاعك ماماك دير لك كيما هذا. الله الله صحن كيما هذا وتصدقوا في تصدقوا هكذا الواحد ما عندوش ولا ودير لك الدوزيام تاكلوا انت والعائله نتاعك. ان شاء الله ربي يفرحكم. اللي قاعد في السكن دخل بيدون المهم كانوا دخل دلول هنايا ربي يفرحك كيما قلت لك بوليدك
وربي يجعلوا من الناجحين. حنا في الجايه نديروا كامل خضره وباللحم في العرس وبالدجاج كل يوم. الله يبارك ماريتا لايان اللي جايه كش نزوركم للتحويزه في الجايه الشابه. الله الله عييت البنات من الهضره. ام ياسين يعطيك الصحه ربي يحفظ لك ياسين ان شاء الله يا ربي. المهم راني بحاحه شويه تهلاو في رواحكم وفرجة ممتعة وشهية طيبة. وسمحوا لنا اللي شهيناكم خاصة الحوامل ولا الأطفال ولا اللي ما عندهمش سمحوا لنا ما راناش نورو باش نزوخوا ولا ما نورو باش لمجرد باش نوري عن نوري باش نخدم. رانا باش تفهموا النقطة هذه رانا خدامين رانا نورو في أطباق بلادنا رانا نوري في الصنعة نتاعي باش أكيد الزبائن ولا كش وحدة تلاقى وتشوف خدمتنا. هذه هي البنات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاطمة أهلا شراكي جمولة. هاي جت العزيزة جت جميلة جت أهل الجد والكرم والطيبين. زابونتي الله يبارك. هذه أخت زابونتي مشي زابونتي أخت زابونتي سعدية الله يبارك. حلوة صفر إن شاء الله كما كرمتنا وكما كرمت المجموعة نتاعي منذ سنوات منذ بالك خمس سنوات ولا ستة من بدينا نتعاملوا معاهم ما شاء الله تبارك الرحمن. الكرم والجود واللطافة والتربية والظرافة إن شاء الله ربي يفرحها بوليداتها إن شاء الله ربي يرزقها مش يقولوا درجات العليا من الجنة إن شاء الله يا ربي. سعدية ربي يفرحك وجميلة ربي يفرحك. خديجة ثاني سلمي لي عليها بزاف بزاف. خديجة ربي يفرج إن شاء الله ربي يفرج عليك وعلينا خديجة. وثاني كامل نادية كامل الجماعة تهلاو في رواحكم خواتاتي ولا غير عييت ثاني شغل نهضر معكم راني شويه متعبه صح كي تكون خدمه اكيد لازم نشارك معكم. هاني شهر كامل وانا غايبه في رمضان بصح الخدمه لازم نشارك معكم خدمتي ويومياتي كما راكم دائما تحوسوا علينا دائما نحوسوا عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.